أنا هل لسه تجرؤ؟ لسه انت اعترف انت هتتهور عليا ولا ايه؟ بس كل هل تجرؤ؟ ايوه اجرؤ اجرؤ اهو. هل تجرؤ ان تعترف ان تاجيل مسلسلك الاخير سببه تردد المنتجين خوفا من انتاج مسلسل بطوله سمير غانم؟ اني مسلسل ميزو الجزء الثاني تقريبا ميزو الرايق بيتكتب لسه اصلا ما دخلش في مراحل لا 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 لا, لا ده لسه بيتكتب. ما جربتيش تمثلي يا منى؟ يعني بحس اني فشلة شوية في الموضوع ده. طب انا بموت في الفشلين. هطلب لك اعلى اجر ما لكيش دعوة بس كده ممكن افكر. انا مش مادية خالص بس ممكن افكر. طبعا طبعا. هل تجرؤ على الاعتراف بندمك على تمثيلك في نص افلامك على الاقل؟ فيلمين او ثلاثة كده. فيلمين او ثلاثة بس من 150 فيلم. من 150 فيلم اللي هم تراجيدي. اقنعوني ان امثل تراجيدي يا اخوانا. التراجيديين بالهبل. اللي بيبكوا الناس بالهبل. اسمعهم ايه الافلام كانوا؟ في رجل الذي عطس هو عاجب ناس. بس كان يعني ميلودراما قوي. يعني وكاتبه الاثنين حلوة قوي. انما انا وانا بمثل في الفيلم ده بكيت. يعني انا دمعت. يعني عايز اقول لك في انما الضحك صعب. طبعا ضحك طبعا صعب جدا. انا اعتقد انه اسهل بكتير تبكي الناس من انه طبعا تضحك. اللي بيحصل بو بو بيبكي واللي حصل مفيش دهن يعني. صح. هل تجرؤ على الاعتراف انك كنت بتتعاطى المخدرات في فتره من حياتك؟ مساء الخير. أنا كنت بتعاطى مخدرات. Never. Never. I hate it. شفتها كلها. I hate it يعني. ما حصلش ده في فترة في حياتي. لا 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 الحمد لله يا ساتر يا رب. ولا حتى تجربة. ولا حتى لا شفت. شفته. ما جربت. لا 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 لا. جربت من بعيد. خدت نفس. هل تجرؤ أن تعترف أنك بتخاف من الكلام في السياسة؟ طبعاً أجرؤ مليون أجرؤ. تجرؤ وتعترف. برضو I hate السياسة زي المخدرات. بعدين أنا ممنوع أتكلم في السياسة. يعني كل غلط على صحتك. كل الدكاترة منعني. غلط على صحتك صح. أنا حسيت. دكتور العظمة حتى دكاترة أمراض النساء منعني. أنا لاحظت.